بتعتبر مبادرة حياة كريمة سيادة النائبة أهم مبادرة دلوقتي؟ بنتشرف بإجراء حوار طبعا مع سيادة النائبة مرسي محروس وكيل لجنة صلاح بيان أهم النواب النشطة في المجلس. حابين نسأل حضرتك على أهم مبادرة أطلقت في عهد الرئيس السيسي من 7 سنوات وهي حياة كريمة، حضرتك شايفة تأثيرها إيه دلوقتي الملموس على أرض الواقع سيادة النائبة؟ اولا اهلا بيكم صدى البلد، منورين في مكتبي المتواضع. الحقيقه انتم من الناس اللي ليها دور وطني قبل ما يكون دور اعلامي في نشر كل المعلومات وتغطيه كل المعلومات الصحفيه بطريقه مهنيه ووطنيه ومحترفه، فانا اتشرف باجراء حوار معاكم. سؤال حضرتك وقد يكون هو الأضخم على الإطلاق، لأن أنا بشوف أن مبادرة حياة كريمة هي مش مجرد مبادرة رئاسية ولا هي مبادرة عامة، لكن أنا بشوف أنها مشروع قومي، المشروع القومي الأضخم في تاريخ مصر المعاصرة. لأن ببساطة وبدون أي نوع من التزويق للكلام، إحنا كان عندنا في الفترة اللي فاتت عندنا إرث ثقيل جدا. الإرث ده مليء بالتحديات ومليء ببعض الأمور السلبية ومليء بالفساد، وده ما يعبوش لأن نص العلاج اكتشاف المرض. فعلشان كده مبادرة حياة كريمة كان ليها عظمة فلسفية في التطبيق، وهي إنها بتضع يديها على كل الأمور اللي كانت تحتاج لتعديل نتيجة هذا الإرث الضخم، واللي بدورها هتقدر توفر حياة تليق بالمصريين. حتى فلسفة اختيار الاسم أنا أعتقد أن هي اسم على مسمى حياة كريمة، لأنها بتسعى لتطبيق حياة كريمة، ودي اللي الحقيقة يستحقها المصريين. كم الإجراءات اللي تمت، كل الدول كل الأجهزة اللي موجودة في الدولة المصرية بتتكاتف من أجل إتمام المبادرة في بارقة لم تحدث من قبل. إحنا بنشوف أن كل جهاز بيشتغل على ملفاته الشخصية، الحكومة ليها ملفاتها، البرلمان ليه ملفاته، كل محافظة على حدة، لكن إحنا شفنا توليفة جديدة قدرت أنها تطبقها حياة كريمة بخلق نوع من التعاون مع كل مفاصل الدولة المصرية من أجل إتمام هذه المبادرة العظيمة. فأنا أعتقد أن مبادرة حياة كريمة هي مش مجرد مبادرة عادية، لكن هي مشروع قومي يعني بيسعى جاهدا لتطبيق اسمها من أجل إيجاد حياة كريمة للمصريين يستحقوها.